العافية يا إخوان. طبعاً اليوم أنا معي طير بحكوا له رقيق أو أبو زريق. طبعاً واحد رن علي قال لي أنا لقيتهم تحت بساحة بقاعة ومش معروف إذا كان عشين قريب أو بعيد، ولكن حاولت أنا إنه نبحث ونساعد معه إذا في لهم عش قريب وهيك، ولكن لا جدوى. وبالآخر جاب لي إياهم لعندي. طبعاً أنا شو بدي أعمل فيهم؟ يومين ثلاثة هم قربوا يطيروا، يعني مش صغار كثير، هم فرخ ولكن قابل للطيران وبطير شوي. يعني أنا حاولت إنه مثلاً أطيره طار شوي، ولكن أنا بدي أطعميه ونعتني فيه، بس يكبر شوي راح أطيره. يعني يومين ثلاث وراح نعمل عليه كمان فيديو لما أطلق سراحه، وراح أطلق سراحه. طبعاً طير القيق أو أبو يا ساتر وين راح؟ ناخذ الثاني مش مشكلة. طبعاً هم اثنين. طبعاً هو طير القيق بيجي لونه بيج وفي لون أسود. طبعاً سودة على راسه، بقدر يعملها شوي بفتحها بحالة التحذير أو التزاوج مثل هيك. طبعاً أنا حاولت إني أطعميهم وأكلوا عندي. وطبعاً في ألوان جميلة. طبعاً هو بتغدى على دود وبفوت كمان زي طائر البينا، بفوت على أعشاش تانية. طبعاً هو متواجد بالجزائر، متواجد بفلسطين، متواجد بالأردن. طبعاً هو بالشتاء أو بالبرد بديش الببغاء اللي عندي تضربك. طبعاً هو متواجد زي ما حكينا بالجزائر أو بالأردن كمان بفلسطين، وبهاجر بالشتاء أو بالبرد على دول أوروبية. طبعاً هو مثل طير المينا يعني تقريباً، ولكن هو بيقدر يقلد أصوات لأنه عنده نبرة، عنده نبرة بالأصوات، بقلد صوت القطط، بقلد طيور تانية. طبعاً هو مبدع في التقليد، وطبعاً هو مقلد أصوات، يعني مقلد أصوات، بطلع على أصوات جميلة، يعني طائر جميل جداً. ولكن هو شوي دار، يعني انه بدخل على عشوش تانية، باكل بيض بعض. ممكن انه نحكي انه هذا الطير مثلا بعض، وبيجي طير تاني من نفس الفصيلة بقدر يأكل صوته. طبعا هو صوته عالي، عنده نبرة وحنجرة عالية، وطائر جميل جدا، ولكن ما بعيش عندنا داخل الحشر. طبعا هو طائر بري. انا دائما ما بحب امسك هاي الطيور خاصه، لانه ممكن ما بتتعود مع البشر، ما بتتعايش مع البشر، ولكن انا بدي اساعدهن اطعميهن. شوفوا كيف ممكن انها كمان جعانات. كمان طعميتهم انا قبل شوي، شايفين كيف؟ طبعا هو بوكل ديدان، بوكل صراصير، لحوم. طبعا انا حطيت الخبز وصفار بيض مع مي، شايفين كيف؟ طبعا انا لهم من المغرب عندي، يعني من قبل 4 ساعات، بوكل كتير. طبعا حاولنا انه نرجع على عشو ولكن لا جدوى، يعني لانه ما لقينا امه وابوه، ولكن انا بدي ادير بالي عليهم ليومين ثلاث. شايفين كيف بوكلين؟ طبعا هنا لازم كل ساعة وجبة، يعني 3 لقمات وبشبع. طبعا هو بيهاجر لجنوب دول أوروبية، يعني طبعا بيجي وزنه للطير لما يكون مكتمل 170 جرام. طبعا بيجي حجمه 32 سنتي، ولكن لما يفرد جنحانه بكون 64 أو 54 ل 64 سنتي. طبعاً هذا الطير بعيش 10 سنين ممكن، إذا كان من 11 سنة، من 11 شهر آسف، لعشر سنين بقدر يعيش هذا الطير. طبعاً هو بتغدى كمان على سحالي، مش بس الندود وأشياء زي هاي، يعني إيش بصح له بوكل، بدور بوكل، لأنه أنا جربت أطعميه كمان دود أكل عندي. وطبعا هو طائر انا بدي ادير بالي عليه بس ليومين ثلاث، بعديها اطلق سراحه. ولا انا هاي الطيور اخوان، يعني ما بحب اجيبها خوف لتقلد خطيتها، ولكن انا حب مساعده لهذا الطير لانه صوته جميل
ولأنه عنده نبرة بتجنن، ولكن حركاته أنا ما بحبها، يعني إنه بتغدى على عشوش تانية. عنده لون عيون ما شاء الله، يعني قرب نفرجيهم لون العيون، بيجي لون أزرق، يعني سبحان الله طير مميز بيعكس على لون جناحه. طبعا في عنده لون برونزيان مخطط بالأسود. طبعا هو طير بيقدر يهاجر، بيقدر يطلع لمسافات عالية بالطير، ولكن هو بقتني وين بيعشش هذا الطير. طبعا في شجر البلوط هذا بيعشش، بيقدر يحط فرخاته بعش البلوط، ولكن إذا أجا طير من فصيلته بيقدر يأكل أيام حتى لو مش بيض. طبعا هو بحب كمان يتغذى على فواكه، بوكل فواكه فيش عنده مشكلة. بحب الأشجار الزراعية مثلا شجر البرتقال الأسكادونية والأشياء هاي فيش عنده مشكلة يأكل منها أو يعيش عليها. وطبعا اخوان زي ما حكينا لكم ووضحنا لكم من بدايه الفيديو لحد هسه او لهالحين، انه انا ان شاء الله احاول اطلق سراحه. طبعا هو تقريبا قرب يعني انه شوي يطير، لهيك انا استمتعت فيه لانه حركاته نشيطه جدا، نشيط وبقدر يقلد اصوات اطفال طبعا وسيارات زي ما حكينا. طبعا هو مفهوم بالعلمي انه ابو زريق، ولكن عندنا في فلسطين بيحكوا له القيق، بالجزائر معروفه بزريق، فاهمين كيف؟ طبعا هم من نفس العش يعني تقريبا. طبعا بيجي منقار طويل مثل منقار الغراب. طبعا كمان غير هيك انه اجريه بجين طوال، يعني شايفين كيف؟ يعني طلعوا حجم اجره فيها بجوز 7-8 سنتي طول الاجر. طبعا 24 سنتي مع فتحة جنحانه بالطيران. وانا ان شاء الله الله يقدرني اكمل معروفي معك يا ابو زريق، والله احلى ابو زريق. ويعطيكم العافية اخوان متابعين معتز.